في بيت برقى لقاء الأهل يسعدنا، وكل برقى هم أهل وأحباب. جو المحبة دوما ما نراه هنا، جو المحبة دوما ما نراه هنا. طبع النشامى وعند الناس إعجاب. صباح الخير وكل عام وانتم بألف خير. اليوم بمشوار العيد بناخذكم على ديوان برقة، وبرقة هي قرية موجودة بفلسطين بيجتمع أهليها الموجودين في الأردن داخل هذا الديوان، واللي عندهم عادة انهم يجتمعوا في أيام العيد حتى يعيدوا على بعض ويطمنوا على بعض. بهذا المشوار رح نتعرف عليهم ونعيد عليهم كمان. احنا في لنا عادي من فوق ال 35 سنة كل عيد بنجتمع ثاني ايام العيد، بنتبادل التهاني، واذا في ناس يعني فقدوا في عنا عادي انه لما يموت واحد اول عيد له بيفتحوا له بيت اجر، فهذا بنفتحه لكل البرقاويين، بتجمعوا بعزوا بعض وبهنوا بعض. كل البرقاويين توفوا الاردن ولا حتى كمان وين مكان بفلسطين. باي مكان، بالشتات، ببرقة، بالأردن. طبعا غالبية البرقاويين متواجدين بالأردن، في فوق 20,000 برقاوي يعيش في المملكة الأردنية الهاشمية، وهو أكبر تجمع للبرقاويين. أنا يعني راح أشوف ناس حكوا معي، أقارب من الكويت ومن أمريكا ومن السعودية، في ناس صرنا سنين مش شايفينهم. احنا أول إشي بنتشرف في زيارتكم للديوان، هاي أول حاجة. ثاني شيء هذا الديوان بيت الجميع، يعني أساس تتجمع كل العائلات في هذا الديوان، وإلف ومحبة من جميعه. غير الفرح والعيد كمان اليوم إحنا بناخذ بخاطر كل الناس اللي تعزية. راحلوا وتركونا. طبعاً تعزية الناس، بواسي الناس طبعاً بكل الهموم اللي بتمر فيها الناس، يعني هاي مهمة. قديش مبسوط أنك اليوم تشوف البرقاويين مجتمعين هون في الديوان؟ جداً، هذا في يوم فرح لنا سعادة. يعني أول شيء يعني كل إنسان بتمن على الثاني، يعني بشوفه أنه الحمد لله بخير، يعني صحته كويسة، هاي أحسن حاجة. طبعا بتهمني العائلة كثير وبتهمني أهل بلدنا، وكل عيد إحنا بنلتقي في الديوان عشان نعايد بعض وبناخد خاطر بعض للي عنده عزاء أو شغلة أو إشي، وبنيجي بنعايد على بعض. قديش مهم يكونوا أحفادك معك حتى تعلميهم هاي العادة وينقلوها لأولادهم؟ بنورث أحفادنا للعيلة، أحفاد العيلة، وهدولهم يتعلموا لقدام ياخذوا بخاطر الناس ويعايدوا قرايبهم وناسهم. بدي معايدة منك لأهالي برقة. بتمنى أن يكون كل أهل بلدي بخير وصحة وعافية، وأتمنى أنهم دائما يجتمعوا على الخير. طبعا عوائل برقة معروفة، هي خمس عوائل: دغلس، حجي، صلاح، أبو عمر، سيف، ولكن كلنا يعني نتفرع من هذا الشرام وأسرة واحدة. إحنا أولا زي ما قلت هذا شيء تعودنا عليه من سنين خلط. ثاني يوم العيد من كل عيد بيجتمعوا أهل البلد بيعايدوا على بعض وبيقوموا في عزاء بعضهم، بدل ما يروح يلفوا على البيوت وعلى هذا، في ديوان بلدنا ببرقة، في بيت برقة، هو بيت للجميع، وعادي يعني اتخذت والحمد لله ماشيين فيها على حسب الوصول. نقلت انت هاي العادة لأبنائك، بتحب انهم اليوم يشاركوك ويجوا يكونوا معاك طبعاً بالديوان وكمان احفادك؟ طبعا بنيت مهمه، هاي ابني وهذاك حفيدي جنبه، شايفه، فكلهم بيعرفوا هذه الاصول، وبدكم يعني تكونوا انتم الخلفاء لنا. اليوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك إحنا جينا هنا مشان نهنئ أخواننا من المسلمين اللي من أهالي برقة، ودائما إحنا تربطنا علاقات وثيقة بين المسيحية والمسلمين في برقة، وبنعتبر عائلة واحدة جميعنا، ومتعايشين في أحسن الظروف مع بعض. هذا التجمع ما كناش نحلم فيه، إنه أهل برقة كلهم يلتموا في مكان واحد باسمهم اللي هو ديوان برقة،
وهذا الحكي بنفتخر فيه انه بنقدر نشوف كل مكونات البلد في مكان واحد، وبنفتخر انه البرقة تتكون من 5 عائلات وكل العائلات مشمولة في هذا الديوان، بخلاف بعض المدن الأخرى أو القرى الأخرى كل عائلة تمتلك ديوان منفصل. إحنا والحمد لله هذا الشيء نفتخر فيه، إنه برقة لها ديوان واحد يشمل كل مكونات البلد وكل عائلات البلد، وهذا الحمد لله رب العالمين. تمام، اليوم هل نقلت هاي العائلة لأبنائك لأحفادك؟ هم موجودين اليوم معاك وبتحرص أنهم يكونوا معاك حتى يجتمعوا بالديوان ويتعرفوا على أقاربهم؟ والله هذه رسالة مهمة ولازم أوصلها أنا للجميع، إنه يحث الأبناء والأحفاد على المحافظة على هذه العادات والتقاليد. تعرفي أنت وين يا زينب؟ من ديوان برقة. أوكي، ده بابا دائماً بيجيبك هون؟ تنبسطي وأنت هون؟ بنبسط هون، بشوف ناس صغار وناس كبار. مين بتشوفي هون؟ خالتي ياسين وهيك ناس قريبين لبابا. تنبسطي وأنت هون؟ شكراً زينب، كل عام وأنت بخير. بخير. هذا النوع من الجمعيات بداية بالنسبة للناس القادمين من فلسطين تكمن أهميته في الانتماء إلى المكان، المكان اللي موجود غرب النهر، المكان المغتصب المحتل. فعندما ننتمي إلى مكان هناك معناته إحنا نؤكد على هويتنا وعلى حقنا في العودة. هذا أهم من الانتماء العائلي والعشائري في ظروفنا. نستغل مناسبة العيد يعني التأكيد وتعزيز عادة اعتدنا عليها من زمان، وهي إنه نعيد على بعض ونشوف بعض ونشوف في هيك مناسبة. دوري في الجمعية يتمحور من اللحظة الأولى عندما فكرنا بتأسيس جمعية لها واقع قانوني، وهي مكملة للديوان برقة الذي أسس في عام 1987 في مركز. والحمد لله ربنا وفقنا بهمة الشباب جميعا وهمة البرقاويين أن نصل إلى تشكيل جمعية ديوان برقة في عام 2014. وحقا الجمعية كانت هي المكان الدافئ للبرقاويين في اللقاءات، يعني كثير منا ما شافش أصدقائه وإخوانه 20-30 سنة، فكان بيت برقة هو الحاضن لهذه اللقاءات. طبعا انا اصطحبت اولادي واولاد اخوي للجمعيه، لمقر الجمعيه، للتعارف على ابناء بلدهم وزياده التواصل بين بعض، حتى احنا ننمي هاي العلاقات بين الجيل القادم، انه ما تصير لغه التواصل دائما مستمره. حضرتك يلي عملت هاي اللوحة يلي هلا احنا عم نشوفها ورانا، يلي عم بتضم كل المعلمين اللي درسوا في قرية برقة وكمان درسوا في مناطق تانية، احكي لنا عنها وكيف اشتغلتها. برقة مشهورة بالتعليم، فارتأينا انه احنا نكرم قدامى معلمين برقة، وحطينا شرطين. شرط اول انه يكون درس ما قبل 1960، والشرط الآخر إنه على الأقل درس سنتين. فأنا كلفت في هذا المشروع، أنا بعرف معلمين بس أنا شخصياً تفاجأت بالكم الهائل لهذا، طلعنا 90 معلم. ديالا قديش مبسوطة إنك أنت هون موجودة؟ كتير. تعرفي أنت وين؟ ديوان برقة. مبسوطة إنك هون؟ شو بتعملي هون؟ مين معاكي؟ أولاد عمي مع الأولاد الكبار. مبسوطة إنه الدنيا عيد وإنك هون؟ كل عام وإنت بخير. وإنت بخير.